شباب 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 كيموثيرابي يعني كلمة كيموثيرابي يعني أي حاجة بتموت رابد مالتبلاينج سيل. عندك اتنين أشهر اتنين مالتبلاينج تعرفهم إيه؟ يا الماليجنت سيل يا المايكرو أورجانيزم، صح ولا لأ؟ طيب يبقى أنا عندي أتكلم على لما تسمع كلمة كيموثيرابي في الطب اللي أنت عارفه طول عمرك اللي هو كان إيه؟ اللي هو كيموثيرابي كذا كيموثيرابي غالبا مش هندرسه إن شاء الله. إحنا هناخد مين؟ الأنتي مايكروبيا الأنتي إيه؟ مايكروبيا. طيب دعنا نتفق ان انت عايز تحارب البكتيريا، يبقى انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعرف الاستراكشر بتاعها. الاستراكشر بتاع البكتيريا بيتكون من اربع محطات رئيسيه انا بخاطبهم اللي هم كانوا مين؟ سيل وول، سيل ممبرين، وما عنديش شفاعه ولا خطا في الالفاظ. يعني لو قال لك سيل ممبرين وانت عارف لو بيتكلم على سيل وول يبقى غلط، هو منتهي. وفي عندك الريبوزوم اللي بيصنع البروتين، وفي عندك النيوكليس اللي بيصنع مين؟ الدي ان ايه. يبقى لما اجي اقول لك قول لي افكارك اللي بتحارب بيها الانتي بكتيريا، هتقول لي حاجه من اربعه، يا 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 سيل وول، يا سيل ممبرين، يا بروتين، يا دي ان ايه. تمام؟ انت طالع معايا بقى الورق كلمه بكلمه. الورقه دي عايز تجيلي معايا كل حفظ انا معيش فيه. يلا. طيب بالنسبه للاشعه على السيل وول، هي اهم مجموعه انتي بيوتيك في التاريخ، اللي هي البيتا لاكتام انتي بيوتيك. البيتا لاكتام انتي بيوتيك دي اللي هي تشمل بنسلين، فالوسبورين، كاربابينيم، مونوباكتام. بيتا لاكتام انتي بيوتيك، بنسلين، فالوسبورين، كاربابينيم، مونوباكتام. لو سمحت الكاربابينيم اكتب بس فوقها بعد اذنك، دي بتاعت المستشفيات، هوسبيتال اكوايرد انفكشنز. دي من اوسع موضوعات حيوانية انا اعرفها تقريبا حتى وقتنا الحالي، بتموت كل بكتيريا اللي نعرفها في الطب. اللي هي الكاربابينيم، كاربابينيم بتاعت المستشفيات، هوسبيتال اكوايرد انفكشن، هوسبيتال اكوايرد ايه؟ انفكشن. هو بكتب اكتب فوقها كده كلمة غريبة هنفهمها ليتر اون، اكتب جنبها بوضوح حيوي سلبي هوائي. وهتفهم بعدها لو تحب تخليها نيجاتيف ايروبيك، لو انت عايز تفهم معناها نيجاتيف ايروبيك بكتيريا اسمه مونو بكتيريا. ركز معايا ركز معايا والنبي الكلمات الصغيره دي، الورقه دي ممكن تخليك تحل اس كيو بس نعملها كويس. يبقى ركز معايا، البيتا لاكتام انتي بيوتيك مجموعه كبيره شغاله فين في الرسمه اللي قدامك؟ على السيل وول. على السيل وول فين؟ عندك بنسلين، كيفالوسبورين، كاربابينين، مونوباكتام. قلت له ايه على الكاربابين؟ ما سمعتش منك. وعلى الكاربابين قلت له ايه؟ هوسبيتال اكوايرد انفكشن. مونوباكتام قلته على فكره يفضل ان انت تحفظ معايا في الحصه عشان لما تروح يبقى مجهود اقل. ما انت ما تعملش حسابك انت جاي تحضر بس. لو جاي تحضر بس يبقى الحصه يوزلس. فاهمني ولا لا؟ انا عايز اعمل مكسب بيرفكت بعد اذنك. يبقى تسمع معايا بعد اذنك. خلاص؟ في واحد شغال على السي وول بس مش بيتا لاكتام. اسمه فانكومايسين. بحب اسميه اسم كودي بيني وبينكم حلال المشاكل. اكتبها كده وهتعرف حلال المشاكل ليه. معلوماتك العامه عنه في المايكرو. تسمع حاجه اسمها المرسى؟ بيحلها لك. اكتبها. بيعالج المرسى. بيعالج مين؟ المرسى. يبقى لو شفت ورقه ام سي كيو مرسى تختار مين؟ فانكومايسين. ده رقم واحد. رقم اثنين، حد يبص كده على السبوره، هل الفانكومايسين بيتا لاكتام؟ يبقى لو عندك حساسيه من البنسلين ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لكن الكيفالوسبورين في كروس ايه؟ الرجي. هنا الثلاثه دول مسمعين في بعض. اللي عنده حساسيه من واحده من الثلاثه دول ملخبط في بعضه، لكن فانكومايسين. يبقى للمره الثانيه اثبت لك ان المضاد الحيوي ده حلال المشاكل، صح ولا لا؟ حل مشكلتين في الطب، حد حفظهم معايا؟ مرسى رقم اثنين، الرجي 2، بنسلك. شكرا يا فانكومايسين، بنحبه جدا بس بنخاف منه. عارفين ليه؟ بعض منكم بيخاف لان بيقال عنه بيتاخد سلو اي في انفيوجن. ازاي؟ ما قلتش سلو اي في، اي في انفيوجن عارف يعني ايه؟ يعني بيتاخد على مدار ساعه ونص. انت سيبتك راجل مستعجل ما فيش خلق، قمت مديه رابد. عارف اللي يحصل؟ عينك فجأة يطلع في جسمه هيستامين في كل حتة في جسمه، سيفير هايبوتنشن، بيسموها ريد مان سندروم. فهمت دي ولا لا؟ يبقى فانكومايسين حلل المشاكل بس عمل مشكلة، حد عارفها؟ اسمها ايه؟ ريد مان سندروم. بس امتى؟
لو اتاخد ايه رابد. يبقى لما اقول لك مين اللي بيعمل ريد بان سندروم تقول لي مين؟ لو هتشحت. لو مش هتشحت تقول لي رابد فانكوميزا. في فروق نعلم بدري. طيب حلو الكلام. فانكوميزن كلمه للتاريخ نوت ابزوربد اورالي. وده حاجه لها نص ايه اورالي. هنحط الصنبه ملهاش بزع علمي خالص بس باي لك. الرد الحيوي الذي لا يمتص اورال بيعمل المشكلتين دول. ايه دول؟ اوتوتوكسيك ونفروتوكسيك. اوتوتوكسيك ونفروتوكسيك ملهاش بزع علمي خلاص. طيب في واحد طلعوه احسن منه شويه اشك منه اسمه تيكوبلانين. اسمه ايه؟ تيكوبلانين. اشك منه شويه اسمه ايه؟ تيكوبلانين. زيه بالظبط. الباسيتراسين والسايكلوسيرين مش هندرسهم. لا 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 لا. السايكلوسيرين اكتب جنبه السكند لاين تي بي. سايكلوسيرين سكند لاين في تي بي. السايكلوسيرين سكند لاين في التي بي. سكند لاين في التي بي. هاي هاي ده مش متخيل كميه ام سي كيو انت خلصتها في الكلام الفاضي ده. تمام. طيب ده السلول. مين شغال على السيل ميمبرين؟ فكره عمل ما يسمى بالانتي فانجل. عندي مجموعتين كبار في الانتي فانجل يا اولاد. مجموعه اسمها بوليين انتي بايوتيك. بوليين انتي بايوتيك يعني متعدد الدبل بوند. بين يعني دبل بوند. بوليين انتي بايوتيك نستاتين وانفوتريسين بي. نستاتين وانفوتريسين بي دول اسمهم بوليين انتي بايوتيك. لو تحب تعرف ده بيشتغلوا ازاي عشان لو ما لحقناش في اخر الحصه ولا حاجه. دول بيعملوا ايه يا اولاد؟ بيمسكوا في السيل ميمبرين ويفتحوا فيه فتحات فيبدا الفانجس يليك. يعني ايه؟ يسرب فيموت خلاص. بيمسكوا انت بس كلمه بوليين انتي بايوتيك بيباين تو ارجوسترول. بيباين تو ايه؟ ارجوسترول. باين تو ارجوسترول. باين تو ايه؟ ارجوسترول اللي هي الوحده اللي بتدي مين؟ الفانجس. اما عيله الازول علاج كبير قوي مايكونازول وكلوتريمازول والكلام ده كله دي بتمنع تصنيع الارجوسترول. تمنع تصنيع مين؟ الارجوسترول. يبقى انت عرفت حاجتين. عرفت حاجتين. واحد بيمسك في الارجوسترول وواحد يمنع تصنيع مين؟ الارجوسترول. الازول بتزيل بتمنع تصنيع ايه؟ الارجوسترول. تقول لي دكتور دي اخرها ام سي كيو هي فرقه. تعالى نتكلم على البروتين. نتكلم على البروتين ماشي. طيب على البروتين بتوع المايكرو دكاتره المايكرو قالوا لك في عندك 30 اس و50 ايه اس. اللي هيشتغل على 30 اس تا 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 تتراسايكلين وامينو جلايكوزايد. 30 تتراسايكلين وامينو جلايكوزايد. يبقى هنا تكتب لي 30 اس لو سمحت. تتراسايكلين مضاد حيوي شهرته جدا 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 جايه من مشاكله. في ناس تقول لك تي تراتوجينيك لكن الناس الشاطره كمان زي بتقول لي تيث وبول ابنورماليتي. كل ده ناتج من ايه؟ عاشق للكالسيوم. لما يحب الكالسيوم هيروح يترسب فين؟ في البون والايه؟ والتيث. قاعده في الحياه اوعى تدي تتراسايكلين اقل من 8 سنين في بريجننسي ولاكتيشن. ليه؟ هيروح فين؟ تيث وبون هيعمل مشاكل صح ولا لا؟ يبقى لو انت طلعت بمعلومه ان مين مضاد الحيوي اللي بيبوظ الاسنان هو مين؟ تتراسايكلين. انا كسبان لو انت كتبتها الوقت بتريحني. بتريحني انت خالص في الفاينل. تتراسايكلين بتعمل تيث وبون ابنورماليتي وكمان بتعمل ايه؟ تراتوجينيستي. واعجب مضاد حيوي في الصفحه اللي قدامك دي كلها. عارف ليه؟ يعاقب اللي بيستعملوه افتر اكسباير ديت. طبعا لما بتستعمل حاجه افتر اكسباير ديت ما تعملش مشاكل. لكن لما افتر اكسباير ديت يخلي الكليه تفوت وتعمل مرض غريب اسمه فانكوني سندروم ده التتراسايكلين. يا سلام لو جبت لي كلمه فانكوني سندروم واجي اسالك كمان شويه فانكوني سندروم بيقابلك فين؟ في طالب يقول لي تتراسايكلين ده بيشحت. واحد يقول لي ايه؟ اكسباير. شفت الفرق؟ فروق فروق خلاص. يبقى تتراسايكلين حد يعرف عنها ثلاث كلمات يبقى شاطر قوي. يبقى شاطر قوي. تيسو بلو ابنورماليتي تراتوجينيك وفنجون ايه؟ سندروم. شاطر ممتاز سوبر. امينو جلايكوزايد وما ادراك ما امينو جلايكوزايد. هغششك وانت ترد عليا. نوت ابزورب اورالي.
بيته خلاص بسوته عديته خلاص بطء بضرب دورك زي مين فوق زي مين فوق بانكوايسن حلو قوي تمام عينه اكتب جنبها عينه مركزه قوي عينه مركزه مش هيعدي عليك مضحاوي عارف شغله قد الامان والجزاء يا اولاد الا لما ناخد السبيكترم بتاعه عارف بيعمل ايه يضرب البكتيريا الصعبه في الطب اللي هو مين امينو ايه جلايكوزايد خلاص كلوران في نيكول لا 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 خد هنا خط خد هنا خط داخل ال 30 هنا مين هنا ال 50 اس كلوران في نيكول كنا بنسميه طول ما احنا باش خطر السنه اسمه المحبط كلوران في نيكول احبط مين اسمع عنه ان هو عدو البول مارو احبط البول مارو عمل بول مارو ايه ديبريشن فضل حاجه لا لا يستعمل في دول العالم بره من 1970 بيعمل بول مارو ديبريشن بيسموها ابلاستيك انيميا خلاص وللاسف بتبقى نوع من انواع الايديوسينكراسي ممكن من قرص واحد انت ونصيبك فاهمني ولا لا طيب احبط كمان مين لو انت شاطر ومراجع معايا جنرال هيباتيك مايكروزومال انزيم انهيبيتور ده محبط فعلا ده اقتنعت طب اقول لك كمان احبط مين لو عندك ولد بريماتيور يعني بريماتيور مولود قبل ميعاده 7 شهور ما الدم ما يتكسرش كويس فيبدا يعمل له مشاكل ويبدا يعمل له هايبوتنشن ونوزيا وفوميتنج حاجه اسمها جراي بيبي سندروم يبقى احبط ثلاثه يبقى لو انت وقفتهم معايا دلوقتي يبقى انا شكلي اللي فضلك عليا احبط مين بول مارو احبط عيله صغيره احبط انزيماتك احبط مين بول مارو عمل ايه بول مارو ديبريشن احبط مين الجراي بيبي سندروم احبط مين الهيباتيك مايكروزومال انزايم صح ولا لا كلوران في نيكول ماكروليد مين فينا مش هيستعمل ماكروليد العيله المحترمه العيله المحترمه ماكروليد معلش هو الاكزامبل بتاعها اريثرومايسين بس في اللي قدامك دول ولو عايز تفتح القوس هما ايكا اريثرومايسين كلاريثرو مايسين ازيثرومايسين انا متعمد اكتبهم بترتيب ده عارف ليه ده ترتيب الديوريشن اوف اكشن اريثرو بيتاخد 4 مرات في اليوم كلاريثرو مرتين ازيثرو مره واحده اريثرو كلاريثرو ازيثرو اريثرو كلاريثرو ايه ازيثرو لو سمحت عيله الباكوريت لو انت كتبت فوقها ليك انت تاريخك البديل الامن للبنسلين احنا كسبنا لما عندك اليرجي للبنسلين صدقني ما تفكروش في فانكومايسين ليه بتخافوا منه في الاعطاء ليه بيتاخد ازاي انا نسيت سلو اي في طب انا مستعجل افضل حاجه اسمها ايه ريدمان سندروم صح لا فبالنسبه لي مزعج شويه مين بقى البديل الامن صدقني عيله مين الماكروليد اللي هم اريثرومايسين كلاريثرو ازيثرومايسين بالمناسبه السعيده انا اسف نسيت اقول لك ان التترا سايكلين كلهم بيتقوا كلمه سايكلين مش هقولها مينو سايكلين دوكسو سايكلين مفيش مشكله فيهم لكن الامينو جلايكوزايد معلش اكتب لي تحتها مين الاكزامبل اللي عارفها ستريبتومايسين وجنتامايسين ونيومايسين واحد قال لي يا دكتور انا خايف الخبط ما بين عيلي الامينو جلايكوزايد والباكروليد احدهم قال لي عمرك ما هتلخبط بينهم لانك هتضطر تطلع لسانك في الماكروليد فده تقسيم حروف اريثرومايسين كلاريثرومايسين ازيثرومايسين لو انت ما بتهتمش بمخارج الحروف ولا تفهم ازيثرومايسين كلاريث وكلام من ده فهمت حاجه؟ خلاص حلو الكلام هنا الماكروليد خلصت بس لها ديل عيله شبيهه ليها حتى كتابك هيكسر من شكل الميكانيزم ده اسمه كليندامايسين لا ده كليندامايسين ده بقى تطلعه لي كده في قوس ولو بتعرف ترسم موجود ترسم جنبه رسمه سنه لان اللي بيكتبوا هم دكاتره الاسنان عشان دي تمشي سنه او تمشي ثايرويد انت ونصيبك بقى انت كطبيب هتاخدها ثايرويد
بتاع السنه ياخدها كانها اسنان يعني. يا باشا اخد من القصه بس المهم يعني. المهم دي عباره عن كليندرايزد اسنان. ليه بيستعملوه في اسنان قوي قوي قوي؟ بيسموه هناك ملك علاج الان ايروبيك انفكشنز. وهم كل شغلهم في اسنان كافيتي ووجع قلب عندهم انيروبيك ايه؟ انفكشنز. بس احنا بنعلمهم في اسنان معلومه خطيره جدا جدا جدا. بنقول لهم ايه؟ العيان يا دكتور هيرفع السماعه ويكلمك ويقول لك الحقني انا جالي ضيارية قاتله حرفيا قاتله. بيعمل حاجه اسمها اكتبها عندك الله يخليك فيتال. فيتال يعني ايه؟ سودو ممبرينس كوليتس. اورجانيزم سخيف اسمه كلوستريديم ديفيسيل. يبدا يطلع حاجه اسمها ايه؟ فيتال سودو ممبرينس كوليتس. كيف يتعامل دكتور الاسنان في هذا الموقف ولا اي حاجه بدون يقول له ستوب الكليندرايزن؟ حد يقترح عليا حلول. حلول؟ يبقى هناك مشكله. وعندك في الورقه اللي قدامك في واحد اسمه حلال مشاكل قاعد انتوا نسيتوه. فانكومايسن. بس عفوا الشطار فيكم هيقولوا لي لو سمحت ادي اورال. لان المشكله هنا فين؟ الجاي دي. يبقى واحد شاطر هيقوم طالع للفانكومايسن كان كاتب ان هو بيستعمل في ايه وايه؟ ميرسا. والرجي تو بنسلين يقوم كاتب جنبها ايه؟ سودو بريسكوس. بس يكتب جنبها ايه؟ اورال. يكتب جنبها ايه؟ اورال صح ولا لا؟ يبقى انت كده بيني وبينك من غير ما راح تقول احنا خلصنا دوس الفانكومايسن. يبقى فانكومايسن حل ثلاث مشاكل في الطب. حد يعرف يقولهم لي يبقى شاطر قوي؟ ميرسا الرجي بنسلين اورال. اورال بتك عليها قوي صح لا؟ حلو قوي. طب سؤال. لا 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 احنا ما عندناش في مصر العزيزه اورال فانكومايسن الحمد لله. بس عندنا بديل ارخص واحسن مترو. مترو نيدازول. مترو نيدازول. وبينه وبينك بينه وبينك يعني المترو نيدازول ده ينقذك من ورطه لانه متخصص كمان في الانيروبيك. يبقى انت كده احلى عين. يعالج مين؟ انيروبيك ويحل مشكله مين؟ السودو برينس ايه؟ كولايتس. يبقى سؤال كيف تعالج السودو برينس كولايتس؟ ما حدش يقول فانكومايسن. اورا فانكومايسن و مترو نيدازول. يا دايره ممتاز. كان مين اللي تورط فيها؟ كليندرايزن. اصل يجي لك السؤال في المره الجايه في الام سي كيو كان شغاله بصراحه يعني لبعض الزباين. قال لك السودو برينس كولايتس استريتد باي واحد كليندرايزن عشان نطلع على اللي بياخد طوبه بالشبه. كان الله يخليك دول في نفس الدواء. رقم اثنين اي في فانكومايسن. ثلاثه مترو نيدازول. يبقى طلعي السؤال ده كان ليه كام اجابه؟ اجابه واحده. العيال بتهدى؟ ها؟ السؤال يا جماعه طلع ليه اجابتين؟ واحد في المجاوب وانا طلعت القسم اتاكدت. واكدوا لي ان كان ليه اجابتين. اي كلام بيتقال وليه كام اجابه؟ يا اورال ايه؟ فانكومايسن يا مترو نيدازول. خلصنا. يلا يلا. فيوسيديك اسيد كلكم استعملتوه وسمعتوا عنه في يوم من الايام لحد من قرايبكم اسمه فيوسيديرم. فيوسيدين. لو انت كتبت فوقه استرويد انتي بايوتيك مش موجود في كل انواع استرويد النيتشر استرويد واكسكلوسيف انتي ستاف. يعني اكسكلوسيف؟ حصريا ما بنستعملوش الا في علاج الاستاف. ما كلكم شطار فين اللي مين اللي قاعد على الكيت عندك وقرفك على الكيت؟ الاستاف صح ولا لا؟ حلو الكلام. كلام جميل قوي 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 قوي. سبكتينومايسن اقطعه اشطبه. طيب ده كان 30 اس و50 اس انا حافظهم ازاي؟ تترا سايكل ا ماينو جلايكوزايد 50 50 50 اهي اي كلام. مين ماكروليد سي كرام في نيكول وات لين درايسن احفظها بطريقتك بس ما تحفظهمش في الامتحان. طيب تعالى نروح لاخر محطه في حصتنا النهارده في الدي ان ايه. الدي ان ايه العب على الفوليك اسيد. اشهر تطبيق اخدتوه اللي هو كان بيبدا منين يا ولاد؟ ها؟ برع امينو اسيد يديك حاجه اسمها ايه؟ الداي هيدروفوليك اسيد يتحول للتترا هيدروفوليك اسيد يتحول لمين؟ للبيورين. كان عندك ده بانزيم اسمه داي هيدروتريت سنسيتيز والريدكتيز انزيم.
عندك السلفوناميد بتضرب الرياكشن ده، وعندك نوع حاجه اسمه الترايميثوبرين يضرب الرياكشن ده. لو انت ناصح تعمل زي ما هم عملوا، حط الاثنين على بعض واعمل كومباينيشن. هتسميه ايه؟ كو كومباينيشن سلفر، يبقى كو وده اسمه ترايميثوبرين. كو تراي السلفر كان اسمها سلفر ميثوكسازول، يبقى اسمه الدواء اسمه ايه؟ كو تريموكسازول. ده هام، ده مهم اكتب هنا. يبقى الاثنين دول اتحطوا على بعض بتطلع حاجه اسمها ايه؟ كو تريموكسازول. حاجه اسمها ايه؟ كو تريموكسازول. لو انت بتبص على السبوره قفل خطوتين ورا بعض، قفل خطوتين ورا بعض، عارفين اللي بيسموها ايه في الطب؟ كو تريموكسازول بيسموها في الطب سيكونشال بلوك. ايه هي السيكونشال بلوك؟ سيكونس متتابع متتابع متتابع. طيب كو تريموكسازول اللي هي سيكونشال بلوك، لو واحد مكر فيكم يتضايق، لانك انت بشكل او باخر لما بتضرب الترايميثوبرين الفوليك اسيد، هو الطبيعي ان انت كهيومن مش هتتاثر، النسبه قليله قوي ان احنا كهيومن بتاعنا صعب جدا يتاثر، لكن مع البرولونج ديوز ممكن نسبه الفوليك اسيد يتاثر. وانت عندك معلومه لو الفوليك اسيد قال لي اعمل حاجه نوع من انواع الانيميا اسمها ميجالو بلاستيك انيميا، يبقى لو انت كتبت جنب الكوترا الموكسازول ميجالو بلاستيك انيميا، يبقى انا الشكل اللي فاضلك ان دي اللي تيجي في الماتش، يعني في الماتش يبقى كاتب لك كوترا الموكسازول وتحت ميجالو بلاستيك ايه؟ انيميا. ما عندكش نقطه حاجه يعملها لدي خلاص. طيب انتوا عشان طيبين الفورمه بدات تمشي على هواكم، في واحد بيمنع الار ان ايه، هنا على المسجر ار ان ايه هيسموه ايه؟ ريفامبسين. شفت سهله ازاي؟ ريفامبسين يمنع الار ان ايه، هيكون مين؟ ريفامبسين. بس الريفامبسين ليه سايد افكت مشهور قوي 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 قوي، ريد ديسكريشن لكل السكريشن. بيقول لك يا عم العيال حافظه مش فاهمه، ممكن يجي لك في ام سي كي اورنج، ما تبقاش تضايق، ما تركزش قوي في الالوان خلاص. ريد اورنج قريب خلاص. يبقى ريد ديسكريشن لكل السكريشن يورين وسلايفا وحاجات من دي. لكن بيني وبينك الريفامبسين الوحيد في الانتي ميكروبيال اللي انزيم انديوسر اللي قدامك، انزيم انديوسر محفز لانزيمات الكبد، محفز لانزيمات الكبد اسمه ايه؟ ريفامبسين محفز لانزيمات الكبد. حد عليك بحث قبل كده؟ كلوران فينيكول. ولو انت عايز تبقى مجمع الدنيا في دماغك بشكل يثير الاعجاب، روح للاثنين دول واكتب عليهم انهبيتور، انهبيتك مايكروزومات انزايم. انا كنت دقيق للغايه، ما قلتش روح للباكولين، قلت روح لمين؟ لاريثرو كلاريثرو. يبقى انت ناصح عرفت ان مين احسن واحد في الباكولين من غير ما ادرسه لك، لانه مش انزايم ايه؟ قلت لا تمام. تعالى بعد كده مين؟ تعالى نمنع بعد كده اخر حاجه ونختم بيها حاجه اسمها الدي ان اي جايريز انزايم، اللي قالوا لنا في المايكرو بيعمل حاجه اسمها سوبر كولينج للدي ان اي بمجموعه اسمها الفاليكه، اسمها الكينولونز او الكوينولونز، بس للاسف ما كانتش قويه قوي. كوينولونز واحد من الحلال اقترح عليهم ان انا اضيف عليها ذره فلور وهقويها 60 مره، حقيقه مش مبالغه، بقت اقوى 60 مره، بقى اسمها فلوروكينولون. معلش بيعمل حاجه ببلاش، يعني ايه؟ هيقويها 60 مره مقابل ان اي حد فيهم يتسمى باسمه، يعني اي حد في العيله دي لازم يكون اسمه ايه؟ فلوكساسين. في كلمه فلو، يبقى لما اشوف اي دواء في كلمه فلوكساسين تعرف ان هو من عيله مين؟ فلوروكينولون. ده متدعم خلاص. في عندك سيبروفلوكساسين، اوفلوكساسين، نورفلوكساسين، عبدوفلوكساسين، اي كلام، بس اهم حاجه يكون ايه؟ في كلمه مين؟ فلوكساسين. بيمنعوا انزيم اسمه الدي ان اي جايريز، ليه الاسم ده؟ اسمه توبو ايزوميريز 2 و4. سؤال بيطرح نفسه عشان اخلص بالصفحه العجيبه دي،
مين في الانتي بيوتيك اللي قدامك دي ستاتيك ومين في دول سايدل؟ قاعد عامة الحياة اللي هيشتغل على السيل وولف هو سايدل. خلصت خلصت السيل وولف هو سايدل انتهينا. دول ريحوني ربنا يكرمهم. أما بقى الاستاتيك يبقى انا هضطر اروح لكلمة استاتيك شخصيا واكتبها قدامي علشان افتكرهم. يا جماعة الخير يا جماعة اكتبوا لنا كلمة استاتيك. قالوا لنا حاضر ادي استاتيك اهي. قالوا لك بعد اذنك انزل تحت سلفونامايد وترايبيفوبرين تتراسايكلين وكلورام فينيكول. انا اخدت واحد ممثل للثلاثين واحد ممثل للخمسين والاثنين بتوع مين؟ الفوليك اسيد. فاهمين حاجه؟ سلفونامايد ترايبيفوبرين تتراسايكلين وكلورام فينيكول. خلاص بس روح على فوجه حلو لما عملت الكومباينيشن ده قلب بقى سايدر. تاني حاجه بتقول انت عملت كومباينيشن ما بين السلفا والترايبيفوبرين عملت كومباينيشن اهو الكترا المكتزول ده سايدر ما هوش ايه ما هوش ايه استاتيك. يبقى مين استاتيك في اللي قدامك على السبوره؟ حد يقول معايا استاتيك مين؟ سلفا ترايبيفوبرين و تتراسايكلين و كلورام فينيكول. كالعاده يطلع لك واحد يحيرك هو نفسه محتار مش عارف هو ماشي فين. واحد محتار مش عارف اتجاهه مش عارف اتجاهه فعلا ماكروليف استاتيك وسايدل على حسب تركيزه. يبقى لما اجي اقول لك الماكروليف استاتيك ولا سايدل؟ الاثنين. طب التترا سايكلين استاتيك كلورام فينيكول سلفونامايد بنسلين فانكومايسين كينولون امينو جلايكوزايد. خلاص في مفاجاه انت ما تتخيلهاش. انا خلصت ميكانيزم اوف اكشن في كل الانتيبيوتكس وخلصت الادفيرس افكت بتاعت اغلبهم. تمام طيب سايدل. طيب حد محتاج حاجه في الدوله الاولانيه دي؟ لا بس كلمه للتاريخ كلام عام للطب اتوقع ان من قبل ما ابدا في البنسلين مشكلته في الالرجي صح ولا لا؟ طيب حلو قوي. بعض من زمايلنا بيحبوا يكتبوا على الكينولون اللي هي ملكه الانتيبيوتيك بيحب يكتب جنبها للكبار فقط. بيحب يكتب جنبها للكبار فقط ما تعرفش ليه. يقول لك لو سمحت يا دكتور يا ريت ما تكتبش لاقل من 18 سنه. اقول له ليه؟ يقول لي يا دكتور بتعمل ديستراكشن للجروينج كارتريج. فالواد ممكن ما يطولش. ممكن ايه؟ ما يطولش. حاجه اسمها ارثروباسي. حاجه اسمها ايه؟ ارثروباسي. ماشي ماشي ماشي. طيب بص يا سيدي انا ليا كده اسيستنت. الورق خلص ولا معاكم الورق ولا لا؟ ان الكيموثيرابي هو ده اللي كده اللي هو يجي كومباريزون. حاول طبعا لو انت براحتك كده عايز تمشي معايا تمشي بكتابك وتمشي بدماغك تاخد كل ضوء حيوي براحتك هيلاحظ ان كل ضوء حيوي اللي قدامك على السبوره انت مطلوب منك ميكانيزم وسبكترا ويوزس وسايد افكت وممبرز وكاينتكس. التاريخ بيقول ان انت بتبقى فرويد في اول واحد بعد كده بترجع تبقى خط نص
في الثاني بتوصل في الثالث والرابع بتبدأ تقرر ان كلهم يعملوا نزيه وبوميتنج وضياريه وكلهم بيستعملوا في علاج البوزيتيف والنيجاتيف بكتيريا ولا يكلف الله نفسه وخلاص. فبناء عليه لما يتحط قدامك واضحين في مقارنات فانت عارف المميز في كل واحد والله اعلم، لان في الامتحان بيجي في المميز الام اس كيو. تاني حاجه على مستوى الثيوريتيكال هيجي لي الثيوريتيكال على مستوى الثيوريتيكال هيجي لي في الثيوريتيكال انا يهمني في الثيوريتيكال هيبقى اربع ورقات معايا دول اللي هو ميكانيزم وسايد افكت. ميكانيزم ايه وسايد افكت واحتمال يوزز بس احتمال ضعيف. فاهمين دي ولا لا؟ يبقى انا بنزل كل منهم في ثلاث اربع ورقات وخلصنا. طيب انا عمال اطايح في الكتاب. طيب بص يا سيدي افاجئك، اكتب لي على ورقه الميكانيزم طبعا هام ثيوريتيكال هام ثيوريتيكال بس المفاجاه حلوه احنا خلصناها. الوحيده اللي فيها رجل شويه هو البنسلين. ليه بقى البنسلين؟ البنسلين الكلام اللي عندك في نص الاجابه. قول لي حد يقول لي الميكانيزم اوف اكشن او البنسلين. بالمناسبه الميكانيزم اوف اكشن بتاع اي بايوتيك مطلوب منك تقول لي هو سايدر ولا ستاتيك وشغال فين؟ شغال فين يعني ايه؟ سيل وول بروتين دي ان اي سيل ممبرين. ها خلص سايدر فين؟ انت كده اخدت نص درجتك على الاقل. بس البنسلين فيه شويه رغي شويه. ليه بقى البنسلين فيه رغي شويه؟ اول حاجه هتقول لي البنسلين بكتيري سايدر عنده ريسبتور اسمه بنسلين بايننج بروتين في منه سبعه. طيب ما تفرقش معايا. بص يا سيدي لو انا جيت اصنع سيل وول البكتيريا انا عايزك من الحيطه هنا بجيب توب ارص فوق بعضه وبعد كده اربطه في بعضه صح ولا لا؟ نفس الكلام البكتيريا بتعمله. بتفايدوا جلايكان تجيبهم تحطهم جنب بعض وبعد كده تبدا تعمل ايه؟ تربطه في بعضه. هي اخر خطوه التربيط صح ولا لا؟ البنسلم بيجيب من الاخر. يعني بيجيب من الاخر؟ يعني بيجيب معانا الخطوه التربيط اللي بيعملها انزيم اسمه ترانس بيبتايدز ايه؟ انزيم. يبقى لو سمحت بيمنع الترانس بيبتايدز ايه؟ انزيم اللي كان مسؤول عن مين؟ عن الكروس لينكينج. اول ولا اخر خطوه؟ اخر خطوه. فهمنا تصنيع السيل وول. تقول لي يا دكتور طب ما عندوش ميكانيزم ثانيه بيني وبينك بخفاها علينا؟ اقول لك اه. البنسلين بيبدا يثير الفتنه جوه البكتيريا. عندها حاجه اسمها اوتولايسين. دول مجموعه انزيمات متطوعه ان البكتيريا هي بتصنع السيل وول بدل ما يبقى عامل لك حاجه زياده يطلع ياكل الحاجات الزياده عشان يطلع يعمل ريموديلنج عشان يبقى السيل وول مظبوط. البنسلين يجنن الاوتولايسين يخليهم يشتغلوا بالزياده لدرجه انهم يعملوا ايه؟ ياكلوا الاكزيستنج سيل وول. بس مين الميكانيزم الرئيسيه؟ الاولانيه. يبقى الناس ذاكرت البنسلين وقالوها كلمتين يمنع انزيم وياكتف انزيمز. يمنع مين؟ ترانزيتايديز وياكتف مين؟ الاوتولايسيس صح ولا لا؟ سؤال يبقى بعد ما انت طيرت السيل وول الخليه عندها حاجات فيها اوزموتيك باور تبدا تنبايب ووتر تبدا ترابشر تموت خلصنا. تتوقع من الكلام اللي انا قلته يبقى هيأفكت مين؟ الجروينج لسه بيتكون ايه؟ سيل وول اكتر من الريسنج. سؤال انا كهيومن هتأثر بيه؟ ليه؟ ما عنديش سيل وول. سؤال الفنجس الفيروس الاميبا يتأثروا بيه؟ كلام فاضي جيب ريزون. في مشكلة؟ ما عندهمش ايه؟ سيل وول. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ كلام سهل قوي لو سمحت كده عليه تيوري تتكلم. كيفالوس بورن خلصتها. تشتغل ازاي؟ اخت مين؟ بنسلم. يبقى بتشتغل ازاي؟ سايدل سيل وول تمنع ترانسلبتايديش وزود اوتوبايس نفس الكلام بالظبط. فانكومايسن لا هو سيل وول بس كان شغال هنا على الخطوه الثانيه اللي هي كانت بتاعت الايه؟ البوليمرايزيشن اللي هي تجميع مين؟ البيبتيدوجلايكان صح ولا لا؟ يبقى لو سمحت بيمنع السيل وول بيمنع البيبتيدوجلايكان بوليمرايزيشن في حته قبل مين؟ قبل مين؟ قبل البنسلين. سهله؟ في مشكله؟ يبقى احنا حطينا قاعده ان انت تاخد بالك اول صف في الورق قدامك ده كان السيل وول خلصنا. في مشكله عند حد؟ حلو قوي. فانكومايسن حد عنده فكره بيتاخد ازاي؟ ليه مش بيتاخد اورال؟
ليه مش بتدخل رابد مش بتدخل سلو؟ طب لو تاخد رابد يعمل ليه الناس ضروب؟ طب ليه ما بتاخدش ورا بشكل عادي؟ نقطة في ضرب دي بيعمل ايه؟ وانا في توكسيك صح؟ لا طب انت تاخد ورا عايز بس نقول لك ايه؟ الله يسلمك صح كده؟ ممتاز. لكن الفانكو مايس ممتاز قوي. طيب الفانكو مايس انتوا سميتوه حلال المشاكل ايه؟ يعالج مين؟ مرسى وقالج توبنسلين وأورال في سون براسي كولايس. شكرا. تترا سايكلين حتى كتبتوا عليها معلومات قديمة، يقول لي ثلاث معلومات يبقى شاطر قوي. دي في بون ابو مالدي تراتوجينيك، ومعلومة غريبة قوي أفضل اكسباير دي حاجة غريبة قوي. فانكوني سندروم اسمها فانكوني سندروم اسمها فانكوني سندروم. لو سمحت تترا سايكلين بضم حيوي اهبل واسع المدى. تترا سايكلين برود سبيكترم انتي بايوتيك بكتيريوستاتيك ولا سايدر؟ ما انت عارف مش هقولها. تترا من فرقه مين؟ استاتيك. حلو الكلام. بيمنع البروتين بيمسك في الثلاثين اس. لو تحب تزود تفاصيل ما عنديش مشكله. بيتركز جوه البكتيريا سبيسيفيك ترانسبورتر مخصوص يونيك سيتوبلازميك ممبرين، يعني مش موجوده الا في البكتيريا سيتوبلازميك ممبرين هذا الكاريير. خلاص. بيمنع مين؟ بيمنع وصول الامين اسايد تي ار ان اي للمسجر ار ان اي كومبلكس. تفصيلا لو انت ليك في المايكرو اهتم بيها، بالنسبه لي يفرق معايا. بيشتغل ازاي؟ بيمنع مين؟ البروتين بيمسك في مين؟ في ال 30 اس استاتيك ولا سايدر؟ انا خلصت اللي يهمني. تمام. كلوران فينيكول من انهي فرقه؟ استاتيك. تمام. كتابك مؤمن براحته ان هو ميبي سايدل، بس نصيحه لا، لان في الام سي كيو في الفاينل هتلاقي نفسك مضطر تجيبه استاتيك. يبقى براحتك براحتك امشي زي الكتاب براحتك، بس انا مؤمن تماما ان هو استاتيك وما تلخبطش نفسك الله يخليك. تمام. بيمسك في مين يا اولاد؟ في ال 50 اس. يعمل ايه؟ يمنع البروتين سينثيسز، يمنع خطوط الترانسبورتيشن. يقال والله اعلم هم بيحاولوا يفسروا ليه المضاد الحيوي ده بيمنع البون مارو ديبريشن، يعمل بون مارو ديبريشن. يقال ان في سيميلاريتي ما بين البكتيريال والماميليان والبكتيريال ميتوكوندريال ريبوزوم، فممكن بهاي دوزز يمنع الايه؟ البروتين سينثيسز في الماميليان في الميتوكوندري. ده وجهه نظر. طيب امينو جلايكوزايد هام هام هام. حد فاكر الكلوران فينيكول انتوا كنتوا بتسموه محبط ليه؟ ها؟ بون مارو ديبريشن؟ هيباتيك مايكروزومال انزايم انيبيشن؟ جراي بيبي سندروم. قلتوا الكلام ده صح ولا لا؟ امينو جلايكوزايد يا شطار اكتب جنبها اللي هم مين؟ ستريبتومايسين جنتامايسين نيومايسين يا شطار. نوت ابزورب الفرن والتوكسيك وات؟ نيفروتوكسيك. وكنت وانا بعلمكم كنت مجموعه مركزه قوي صح؟ بيمسك في ال 30 اس، يمنع تطلع البروتين. لكن مجموعه مركزه وحبت تحط ميكانيزم اضافيه مش موجوده عند حد ثاني. قالت لك انا على فكره ممكن اشتغل على الممبرين كمان. انترفير مع السيتوبلازميك ممبرين فانكشن. بس انا وظيفتي الرئيسيه مين يا اولاد؟ 30 اس. اسمع 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 دي وجيب ريزون محترم. لكل واحد نقطه ضعف. نقطه ضعف دي ايه؟ ان هي محتاجه عشان تدخل البكتيريا محتاجه كارير، والكارير ده لا يعمل الا بالاكسجين. يبقى هل تبقى افكتيف في الانيروبيك؟ وده اشهر سؤال في الحته دي. All the following antimicrobial are used in treatment of anaerobic infections except. ودي هتكون الاجابه. دي اللي مكتوبه بعنف. خلاص؟ حلو. فاشله في مين؟ في الانيروبيك. تمام. يبقى نقطه الفكره تبقى جنس مين؟ انيروبس. وعندي هنا تفسير مقنع ليها. يقال ان الكلوران فينيكول بيقفل هذا الترانسبورتر. حلو الكلام. بتحب جدا الكلام ميديا، عشان كده ما احبش ابدا تاخد معاها ريدوسنج ايجنت زي فيتامين سي ولا حاجه. دي بريزون صعب قوي في الامتحان يعني. اقول لك ليه ما اخش معاها فيتامين سي او ريدوسنج ايجنت؟ لان بتحب الكلام ايه؟ ميديا. ليه ما اخش معاها كلوران فينيكول؟ بيبلوك الترانسبورت ايه؟ سيستم. ليه مش افكتيف في الانيروبيك؟
محتاجة اوبشن ده بينك كارير يبقى مليئة بالتفاصيل بس سهلة قوي. امينو جلوكوزات عيلة محترمة. ماكروليد حد شاطر قوي يقول لي ستك ولا سايتك؟ ماكروليد محيراكو على حسب كونسنتريشن بتمسك الريفرسبل لل 50 اس تبني حاجه اسمها ترانسلوكيشن تبني مين؟ البروتين. لو سمحت لو سمحت لو سمحت بتشتغل في نفس المكان اللي هيشتغل فيه الجلاندامايسين والفيوسيديك اسيد ودي حاجه مش حلوه. ليه؟ انا مضحاوي بشتغل على الحته دي وانت سيرتك جاي تشتغل على الحته دي وهي جايه تشتغل على الحته دي يبدا يحصل بينا لو استع لو كل واحد فينا شغال لوحده الدنيا حلوه لكن لو احنا اتخذنا مع بعض نتخانق مع بعض حاجه اسمها ايه؟ ميتوال انتاجونيزم يتخانقوا مع بعض ماشي كلام؟ استاتيك ولا سايدل؟ ها؟ الاثنين اتقال قدامك كلمه كليندامايسين انت كدكتور لما اتقال قدامك كليندامايسين تفتكر ايه لازمه؟ الاسنان وليه بتوع الاسنان بيكتبوا؟ يعني الانيروبي والعيال بيشتكي لهم من ايه؟ فهو بيقوم كاتب له ايه؟ هو رقم جوز الاول؟ طب اتقال قدامك يا دكتور فيوسيديك اسيد اتقال قدامك فيوسيديك اسيد ها؟ استرويد وقد ايه؟ استرويد خلاص؟ طيب حلو قوي حد عنده مشكله في البروتين؟ سهل البروتين؟ انزل معايا بسرعه الكينولون ملكة الانتي بيوتيك هل ملكة الانتي بيوتيك محتاجة عنف وصوب عشان تدخل بكتيريا؟ عفوا تدخل باي باسيف ديفيوجن وانس ان هي دخلت بتدور على انزيم اسمها اولاد دي ان اي جايريز ليه اسمي ده انا احب اسمعه منك توبو توبو ايزوميريز 2 و4 تمام ديرن البكتيريا الجروث ريبليكيشن تمنع السوبر كويلنج في دي ان اي لو سمحت تجيب لي بخط كبير ومقعبر بكتيري سايدل منسيه في كتابك نسوها اكتبها بخط كبير ومكعبه بكتيري سايدل بكتيري سايدل بكتيري سايدل بكتيري سايدل حلو الكلام كلام جميل كلام كويس سلفوناميد من انهي فريق سدل ولا استاتيك ده اول واحده سلفوناميد استاتيك شغاله ازاي بتكمبيت مع مين مع البابا فدينا بصع مين الفوليك اسيد مترونيدازول ما كناش قلناه في اول صفحه بس كان تحت عدين ايه في بدايه سخنه مترونيدازول ده اخدته فين اصلا في البره تخيل اكتر من الفارما ده اميبي سايدل اساسه اميبي سايدل بس انا قلت كلمه مؤكره النهارده سمعت النهارده مني مترونيدازول السودو مبرينا سكواتس وحاجه كمان والانيروبيك شكرا الدكتور رسان هيكتبه هو مرتاح الضمير صح ولا لا المترونيدازول ده بيعمل حركه غبيه في البكتيريا بص كده معايا الصوره يبان لها ان هو طيب البكتيريا داخله يقوم يتحول جوه البكتيريا البكتيريا هي نفسها هي بغباوتها تعمل عمليه ريدكشن وتحوله الى توكسيك ميتابلايت يطيح في الدي ان اي بتاعها يبقى لو سمحت ريديوسد باي بروتوزوا اند انيروبيك بكتيريا توكسيك ميتابلايت على مين؟ على الدي ان اي بص احنا مش هننشا بس مبدئيا اللي متلايقين يجوا ثيوريتيكال بنسلم فانكومايسين في اول صف ماكروليد وامينو جلايكوزايد وكينولون تاني بنسلم فانكومايسين وتترا سايكلين اسف وماكروليد وامينو جلايكوزايد والكينولون هذا لا ينفي ان الاثنين ممكن يجوا بس التانيين اغلبهم يا اما مضاد حيوي بتاع لي يبقى شبه اللي قبله يا اما مضاد حيوي لا يستعمل اصلا وكلام من ده خلاص كله كتابه غالبا اقول لكم في الاخر سيستم الامتحان سيستم الامتحان بيبقى نازل راس سؤال واضح حتى تتاكد في يوم الثلاث المحاضره فهمت عارف بقى ايه محاضرة بس القسم يوم الثلاث الجاي محاضرة راس القسم يوم الثلاث يعني اتمنى بس ما يروحش يلاقي الموضوع فاضي اتمنى والله طب خلاص بلغوه
والله انا بقول بجد ان هو ما ينزلش. ينزل يوم البصمه دي يوم امتحان البصمه. ممكن فكره حلوه. صح؟ ظبطه؟ كده كده الثلاثة وحش هيذاكر الفرقة بعد الثلاثة كده ناس كويسة ممكن تتخصص. الناس اللي هتتكرر في النادي اللي بتبقى 10. خلي بالك احنا نعمل حاسة الثلاثة. المهم برازي كنت له وشه بيراك لش وشه وشه ما جاتش في المحاضرات بس ما قطعش الورقه ممكن رئيس القسم ينزل يشوفها من ثلاثه فما ما ما اهدى على نفسك اهدى شويه انا كده خلصت ورقه الميكانيزم يا فرج الله خلصت في جسمك كل انتي ميكروبيل حد عنده مشكله ما اظنش ادفرس افكت نبدا بالشر بتاعهم كله ادفرس افكت بنسلم يلا يلا بسرعه بسرعه الموضوع سهل قوي الموضوع يتحب اصلا يا اسطى بنسلم لو انت سالت اي مواطن ماشي في الشارع ملوش علاقه بكليه الطب بس يسمع ان هي يعني بيفقها ادويه يقول لك اعرف عن بنسلم كلمه واحده انرجي ده المواطن اللي ملوش فيها بس انت كطالب سنه ثالثه تابى الى انك تبهر الجماهير كلها لما اجي اقول لك ادفرس افكت وبنسلم تدنك عليا تقول لي جرش هيك صحيمه رياكشن اقول لك كلها هتاني تقول لي لا طب اكتبها لا هي تتقال مره واحده يبقى ده طالب سنه ثالثه العظيم اللي بيذاكر بتاع حاجات غريبه كده اسال ام انت في يوم من الايام بنسلم لعيالها تقول لك تبقى يوم العيال يبدا يجي لهم ايه؟ طياريه يا اخي انت رايح بعيد ليه؟ اسال زمايلك الدكاتره يقول لك ذكرى سوداء مره اديت جرعه كبيره عليه تشنج مني ده كان زميلك الدكتور والنبي راح يسال زمالك بقى دكاتره البطه بالذات اللي هم الرايقين قوي يقول لك في مره اديت جرعه كبيره إيه احنا دايما بنحط الادويه ولاد بنحط عليها صوديوم وبوتاسيوم عشان تبقى صلت هل تعلم ان هذا الصوت الصوديوم والبوتاسيوم قد يكون لود على الهرت وعلى الكدني؟ يقول شكرا عمال نحفظ معلومات وخلاص يبقى ده واحد دكتور فيلسوف قوي وبعد كده في سكك تضطر بقى تفتح بقى تتفرج على مين بقى اي كلام عشان نحفظهم كلهم مسلم روح للمسلم ده بيعمل نفرايتس ما حدش بيستعمل في الطب اوعى تكتب في الامتحان ان المسلم بيعمل نفرايتس فانت كذاب ده مين واحد بس اسمه ايه؟ مسلم كذلك البنزاسين بنسلم كلمه للتاريخ من اكثر الحقن وجعا في الطب كله اسمها البنزاسين بنسلم بتعمل بين واندوريشن وتندرنس اتسيتف انجكشن تمام؟ يا فهد تبقى ناشفه ووجع وكلام من ده كاربوكسي بنسلين ده اسمه كاربنسلين بيعمل مشاكل في الصفائح الدمويه العيان عنده سيوله بليدنج ايه امبسلين ده بيعمل سكين راش طفح جلدي في 10% من العيانين النسبه ترتفع ل 100% في كل العيانين اللي بياخدوا ده اسمه الالبرينول او اللي كان عندهم الكيمياء او حاجه اسمها انفكتيف مونيكليوز اللي هو جلندر فيبر تو بالشام بره ايه فيروس خدتوا اكيد ده تمام خلاص تمام تاني بيعمل سكين راش عندي 100 عيان اخدوا امبسلم كلهم جالهم الراش يبقى انا احلف ان كل دول عندهم يا اما بياخدوا البرينول يا عندهم الكيمياء يا عندهم انفكتيف ايه مونيكليوز غالبا ده توكسيك راش مش اليرجيك راش التفاعل الكيميائي. طيب بالراحه بقى نبدا واحده واحده. يبقى انا هحصهم ازاي؟ سالت اي مواطن عادي قال لي الرجي. انت بتتنك عليا تقول لي ايه؟ بتناك تقول لي جرش اكسهايمر رياكشن بس انا قطعت كده. تمام؟ رقم ثلاثه تقوم تقول لك ايه؟ دايري. الدكتور وذكراته يقول لك ايه؟ سيجرز. فيلسوف بقى يقول لك ايه؟ صوديوم يعمل لك لود على الهارت والكدني. ثم الاميليسي. مثل العمل نفرايتس بنزاسين بنسلين عمل بين وانديوريشن تندرنس كاربوكس بنسلين عمل بليت ديسفانكشن ثم الامبسلين عمل الراش ابدا معايا بالالرجي كلام سهل قوي 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 بقى يتكتب ارتكاريا وانجي وديما اب تو انفلاكتيك شوك اتجنبها ازاي؟ يعني اتجنبها ازاي؟ بريفيس هيستوري وديرما سنسيفيتيز عليها ازاي بقى الانفلاكتيك شوك؟ ازاي ادرينالين؟
ايوه السنه بتخلص ما تموت العيانين سبكوتينيوس نيفر ايه نيفر اي بي معنى القنبله متنكده طيب يبقى خلي بالك يتاخد سبكوتينيوس او انترا ماسكولار او حتى اي بي بنتركه فايبريليشن ادرينالين كورتيزون انت السمنه نيفر ريوز بنسلين اجين مش عايز غباوه الحساسيه جزء اندبندنت تقول له لا تجرعه صغيره النهارده مش موجود في الطب والكروس انرجي مع مين؟ مع السيفالوسبور او الكالوسبور مين بقى حكايه شارع شركسهايمر اللي عاملين وجع قلب؟ يا عم دول اثنين واحد الماني والثاني نمساوي وصف رياكشن خيبان قال لك في عين السيفلس بتقوم مديله جرعه كبيره في اول علاج الايه؟ السيفلس بالبنسلين يوم رابشر مين؟ السلول يطلع توكسين يعمل عليك شويه فيفر ولا اي حاجه كمل علاجك عادي جدا خلاص في رقم مجهول كده في الورقه 25 صح؟ مكتوب عندكم؟ اشتبوا ده رقم مجهول اشتبوا انا شخصيا مش عارف هو جاي منين يعني انا اللي عامل ورق ما اعرفش ده جاي منين الرقم ده بس هو ان هو محطوط في كل حاجه كده غريب قوي طيب دايريا ليه؟ يعني بتوع المايكرو سوبر انفكشن خاصه مع الاورال امبسلين يبقى يفهم من ذلك ان الامبسلين ده انكمبليت ابزورب اورال قاعد عمال يطير في الفلور لو طلعت كانديدا قلب كانز تعمل لك مونيليال فرش ودايريا بيعالجها بمين؟ نستاتين ولو ممكن يحصل السودوم برينكس كولايتس بيتعالجوا بمين يا فيرويد؟ اورا فانكوميسين او مترونيدازول هايل الدكتور صاحبك كان ادى جرعه كبيره او ادى انتراثيكال عمل ايه؟ سيجرز وجماعه الصوديوم وبوتاسيوم كتير اوفر لود على الهارت يبقى ممكن الرينال اكاردك ايه؟ بروبلم والباقيين كلهم خلصناهم يبقى انا كده خلصت الفيرس افكت وبنسلم صح ولا لا؟ كانوا تسعه اول حاجه كانت الرجي المواطن انت بتقول لي جارش سريكسهايمر رياكشن الام اتقالت لك دايريا الدكتور زميلك قال لك سيجر الفيلسوف قال لك صوديوم وبوتاسيوم والام بي سي ام كانت بنسلين نفرايتس بنزاسين بين وانديوريشن وتندر كاربوكس بنسلين بليتل ديسفانكشن ثم الامبسلين راش انا مصر احفظها ليه؟ لان الكيفالوسبورن هروح لها طبعا الصفحه دي ضرب نار في الامتحان اكتب التفاصيل والعناوين هو انا معلم لك الورق على انهي عناوين بس عشان ابقى عارف لا تحسب مثلا هتيجي مثلا عند رقم 6 تكتب لوب من زين بن سلم فانا كمصحح هيبقى رد فعلي انا استفدت ايه؟ يعني انا كمصحح فعلا استفدت ايه؟ كتبت رقم 6 بن زين بن سلم وقام خوض بعدها 7 ام بسلم وقام ضرب بعدها من السلم قول لي بقى انا كمصحح استفدت ايه؟ طيب يبقى اذا ما ينفعش هنا عليهم ماشي طيب كيفالوسبورين طلبت معاها تتقمص دور البنسلين حد شاطر بكر يقول لي ميكانيزم اكشن في كيفالوسبورين سلول وصيد خلاص سلول وصيد الرجي وبارشال كروت الرجي مع مين مع البنسلين في كام في المية 10% انا بغش من هناك رقم 2 فوت لي جرعه ريكسهايمر ده حاجه خاصه جدا بالبنسلين والسيفلس فوتها لي الام تقول لك موجوده هنا جي اي تي ابسيت وسوبر انفكشن تمام بتوجع العيله دي ولاد من اكثر الحقن رخامه في الطب عيله الكيفالوسبورين بتوجع اريتا لو اتاخدت عضل فين ده لدرجه اقول لك على حاجه والنبي ما تنساه طول عمرك لما تيجي تجيب الفايل بتاع الكيفالوسبورين هتلاقي حضرتك الشركه المحترمه جايبه لك الفايل ومعاه الميه اللي بتحل فيها حط عليها ليدوكين ده لوكال انستيزيا علشان كده الفايل بتاعها تلاقي ده مكتوب عليه للحقن العضل فقط وده للحقن الوريد فقط او للحقن الوريد الوريد ممكن يحتل هنا وهنا لكن بتاع العضل ده محطوط عليه ايه؟ انستيزيا اوعى تدي فيك ينيم القلب على طول فاهمين دي ولا لا؟ يبقى لما يتقال عليه العضل فقط وياما ياما ناس راحوا في بلاوي من اللي انا بقوله ده والله العضل فقط يبقى عضل فقط لان عليه ايه؟ ليدوكين يبقى كلمه خطيره جدا المعلومه دي يبقى عليها بتوجع عليها ايه؟ بتوجع لو اتاخد الاي في تعمل ثرومبوفلبايتس
بتوجع ايه كمان؟ بتوجع الكليه. مش هي كيفالوسبورين توجع الكليه. نفروتوكسيك اسمه سيفالوريدين تزيد التوكسيستي لو استعملت معاها فلوريزيمايد وجنتامايسين. تقول لي ما انا عارف الجنتامايسين ده يا دكتور. مين جنتامايسين؟ امين نوكليكوزايد. التوكسيك وات؟ نفروتوكسيك صح ولا لا؟ يبقى لو سمحت لو سمحت بعد اذن حضرتك ايه علينا عليها ام سي كيو. النفروتوكسيستي تزيد بمين؟ بالفلوريزيمايد و الامينوجلايكوزايد. نعم الكلام بينزاها مركزه على الكدني بقى كده. وعلى فكره الفلوريزيمايد بيعمل شويه نفرايتس. طيب بتوجع الكليه والكالسيوم. الدواء اسمه سيفترايكزون بيطلع عليها ام سي كيو هاد جدا 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 وكنت كل سنه في الماتش. واحد اسمه سيفترايكزون ما تعرفش ايه اللي بيخليه يمسك في الكالسيوم. هو نازل في البايل يمسك فيه يعمل لك انسوبر سول حاجه اسمها بيلير سلاج زي رمل كده في المراره. مميزه قوي المعلومه دي. اسمه سيفترايكزون. لو عندك واحده جالك عندها مشكله في المراره بلاش منه. بعد كده في عندك مشاكل سابوا الدنيا كلها وراحوا اتخانقوا مع فيتامين كي. ولما اتخانق مع فيتامين كي اخبار البروثرومبين ايه؟ هيقل. يبقى عندك بليدنج صح ولا لا؟ وراحوا كمان تقمصوا دور ماده اسمها الدايسلفورام. عارفها؟ افكرك بيها؟ الماده اللي كانت بتاع الخمره بيشرب الخمره تتحول لاسيتالدهايد ثم اسيتيك اسيد وميه. الاسيتالدهايد ده كانت ماده غبيه بتعمل نوزيا وفوميتنج وسويتنج وزود هارت ريت. تقول لي يا دكتور معلش الناس بتشرب الخمره وما بيحسوش بالكلام ده. اقول لك عفوا عشان التفاعل بيبقى ماشي بسرعه. فدلوقتي لما يجي واحد بيجي يبطل خمره عايزينه يبطل خمره نقول له لو سمحت احنا عالجناك في المصحه والكلام ده كله هتخرج من عندنا هنديك اقراص تاخدها كل يوم قبل ما تنام او الصبح علشان ما ترجعش الخمره اسمها دايسلفورام. اسمها ايه؟ بحيث ان هي تقطع الشريط ده. لو هو ما بياخدش خمره مفيش مشاكل، لو في يوم اتص في دماغه واحد خمره ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ نوزيا وغمز يبدا يكره الايه؟ الدايسلفورام إيه الخمره. خلاص؟ طيب المجموعه دي عندها ايه؟ دايسلفورام اكشن. انت لو بتشتغل في دوله او مع ناس بيشربوا خمره يبقى ينبغي تقول لهم ان المعلومه دي معلومه مهمه. مين بقى الثلاثه اللي بيعملوها؟ واحد اسمه سيفامندول والسيفوكسيدين. بيتنفذوا الطلبه وهم بيذاكروا السيفوكسيدين. عارف ليه؟ بيني وبينك يعني؟ لان السيفوكسيدين ده دواء مستفز. بيعالج اكتب فوق كده بيعالج الانيروبيك انفكشنز. تقول لي ايه المستفز في الموضوع؟ الجيل بتاعه كله ما كانش المفروض يعالج الانيروبيك ما عدا هو. كان اسمه الجيل الثاني، كان اسمه ايه؟ الجيل الثاني. يبقى السيفوكسيدين ده ليه بيغيظني؟ جيل تاني وبيعالج مين؟ الانيروبيك. ولو اسمه سيفو بيرازون سيفو ايه؟ بيرازون. على فكره جت مره سؤال في الميس كيو مين كان جاب كيفالوس كولنز مين اللي بيعمل هايبوبرثرومينيا؟ كان عايز واحد من الثلاثه دول. مش هيخرج من الثلاثه دول، يعني هيجيب واحد من دول مع حاجات ثانيه. انت بتدور على مين؟ على السيفوكسيتين والبيرا اللي هو البيرازون والسيفامندول. خلاص؟ مين اللي بيعمل مشكلة على البيض؟ ترايكزون. خلاص؟ حلو الكلام. يبقى بينه وبينك وتعبت مين كمان؟ وفيتامين كي والكحول. براحتك. وبتوجع، أنا خلصت خمسة بالعربي. بتوجع الكلية كالسيوم وفيتامين كي وكحول. بتوجع يعني ايرجنت كليه نفروتوكسيك كالسيوم سيفترايكزون الفيتامين كي الهايبروثرومينيا والكحول. خلاص بتيجي في الامتحانات خلاص. كاربابينم حد عنده معلومات عنها اخرى؟ في الهوستل اكوارد انفكشن او في المستشفيات تمام؟
بقول لك ايه اليرجي وكروس اليرجي مع البنسلين مفيش جديد نوزيا وفون الجزاريه ده انت ده ملعبك لكن بتعمل سيشنز تشنجات لو تاخد بالك كانت موجوده في الاولاني في البنسلين صح نسيناها في الكيفالوسبورن رجعنا لها تاني بس انا عندي دواء اسمه ميروبينيم وايمي بينيم ميرو وايمي طلع من احسن ميرو يبقى انا عندي ميرو احسن من ايمي العيله دي فيها دوايين ميرو بينيم و ايمي بينيم حلو الكلام ميرو و ايمي يبقى مين اللي ما بيعملش شالوجات ميرو لكن ايمي وحشه حد يعرف فانكو مايسن مش هقوله مش هقوله اكتب انا خلصته انا خلصته لو اتاخد رابد يعمل ايه هو من الناس اللي نوت ابزورب ايه بيعمل ايه خلصنا صح ولا ممتاز حد شاطر قوي قوي فاكر استعمال فانكو مايسن في الطب شاطر ميرسا ايش ميرسلين ورا في السلوم براسي كولايس وكان بيشتغل على انهي خطوه في السلول اول ولا اخر خطوه الاوائل تمام خد نفس سايكولوجيكال ريست لا اكثر ولا اقل في فرق بين الريست هناخد منت الريست ان شاء الله كمان لما نخلص الورقه اللي معانا بعد كده يبقى ناخد دي ناخد ريست لكن ده كله سايكولوجيكال ريست بس لا 60 ثانيه لا الثاني ممكن يوصل 10 دقايق ولا حاجه ربع ساعه حاضر لا انا طيب نعم لغينا دكتور مرعي انا مبسوط جدا 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 بس بكره في عشان كده ممكن نجي بدري ايه بكره 11 يعني وانا بكره مش هتبقى نعم يا حبيبي اتوقع سي ان شاء الله لا لان الهرمونز مش هعرف الهرمونز صغيره بس لسه انا ما اعرفش اخلصه ازاي لسه اكيد هيتبقى منه حاجات خلاص سي ان اس برضه في يوم يبقى مفيش بعد طب ما دكتور مايا ما تبدا بكره بالرموز وحتى بالسي ان اس هنخضع للفوتنج هنخضع للفوتنج يعني انا هبقى في اخر فوتنج وانا هيبقى غالبا صوت ال50 لا 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 هعمل فوتنج واللي انتوا عايزينه مش فارقه خلاص انت عايز ايه يا محمود؟ لا والله مش عارف هو سي ان اس ده شاطر عندنا في المنهج والهرمون شاطر في المنهج والاثنين حلوين يبقى الاثنين ايكوال صح؟ الله يبارك لك طيب هنشوف طيب هل تعلم عايزين المواطن ان التترا سايكلين اللي بيجي في الام سي كيو انت علمت عليه ليه؟ بقلمك الكريم علم على الثلاثه اللي انت حافظها انت حافظ مين؟ هحط عليها نجمه تيراتوجينيك انهبيشن اكسباير ده حاجه اسمها ايه؟ فانكولي سندروم اللي انت بتعلم عليه خلي بالك ده الام سي كيو الباقي كله ده الريتن تعال بقى نحفظ مع بعض تقدر سايكل اكتب لي 5 في 2 يعني 5 في 2 يعني الاسماء البنات طيب دي فورمولا اوف نورماليتي بص يا سيدي لو اتاخد دورينج البريجنسي والتشايلد هود كليتد باي كالسيوم وترصد في النيو فورمد تيث في بون عديت للاسف بتعمل بيرمننت يوريتو براون ديسكاريشن وانامي ديسبلاسيا وعالبون تعمل ديفورميتي وانيبيشن اوف بروس عشان كده ممنوع فين؟ بريجنسي ولاكتيشن و معلش يا باي عشان خاطر للتاريخ اكتب جنبها جيب جيزون في لو طاقت دماغنا لما نجيب جيب جيزون في الاد بدري ده حلو واجابه مقنعه اجابه نموذجيه اقول لك ليه ممنوع في البريجنسي وكده كله فاهمني ولا لا؟ رقم اثنين تراتوجينيك على فكره السوبر الطالب مش هيقول دي بس في الاجابه هيقوم حط معاها. انا بقول لك ايه السؤال ليه؟ بقول لك هي ممنوعة في الحمل ليه؟ يبقى تراجينيس جزء من الاجابه. بعد كده يبقى اول اثنين التي والتي. بعد كده نبدا نمسك على الجي اي تي. عنيفه عنيفه على الجي اي تي. جي اي تي اريديشن رهيبه. نزيا وفوميتنج وابيجاستريك بين ودايريا. وتقوم مطيره الفلورا شغل الاستنباط ده بقى. تطير لك فيتامين بي وفيتامين كي وتعمل لك سوبر انفكشن، ما الموضوع ده هيحاول يطير الفلورا يعمل الاثنين دول. فيتامين بي وفيتامين كي ويعمل لك سوبر ايه؟
infection in the form of pseudomembranous colitis يتعالج ازاي؟ يبقى خلصنا 3 و 4 شغل جي اي تي. يا الريديشن يا سوبر انفكشن. يا ريديشن ايه؟ سوبر انفكشن منعنا الفلورا يعني. يبقى يا الريديشن يا منعنا الفلورا. 5 و 6 هيباتو توكسيك ونفرو توكسيك بشروط. يبقى توكسيك سبيشال لو انت اديت جرعه كبيره قوي في الحمل بيكون الليفر فرايبل شويه. لما اجي ادردش مع واحد شاطر فيكم اقول له ليه يا جماعه في الحمل؟ يقول لي يا دكتور تعالى بقى اقول لك اجابه مزاجيه. تراتوجينستي والتيت هرمون ابنورماليتي والام يبقى توكسيك. دي اجابه مزاجيه ما تخرجش الميه فهمنا؟ لا واحد غلبان يقول لك تيت هرمون ابنورماليتي ده بيشحت يعلى شويه يقول له ايه؟ تراتوجينستي. السوبر يقول له ايه؟ يبقى توكسيك هيقول له كمان. طيب نفر توكسيك اعجب حاجه اللي هي كانت اكسبايرد وانتم معلمين عليها صح؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه الكلمه دي؟ فانكوني سندروم. دي عندهم شويه امينو اسيد في اليورين اسمها ازوتيوريا جلوكوزوريا جلوكوز في اليورين بوليوريا بوليديبسيا اسيدوزز وومتنج ده كل ده اسمه ايه؟ فانكوني سندروم. خد السنه اللي جاي هايبر سنسيفيتي وفوتو سنسيفيتي يعني لما امشي في الشمس ممكن ايه يهرش وكلام من ده. بعد كده نبدا نختم بمين؟ دي ام المينوسايكلين ده غريب جدا بيبدا يعمل لك فيستيبولار مانيفستيشن فيرتايجو لكن بيعمل حاجه غريبه جدا يبدا يجيب العيان بروجكتايل بومبنج لينج اوف فيجن. لو انت ليك في الطب شويه تعرف ان دي علامات انجليز الانتراكرينيال تنشن بس ده كانه عنده تيومر وعنده تيومر بيسموها السودو تيومر ايه؟ سيريبراي اللي عليها ام سي كيو هان. لكن اللي اهم منها مليون مره الديميجلوسايكلين. الديميجلوسايكلين انتي اي دي اتش. لما انتي اي دي اتش يعمل لك ايه؟ دايابيتس انسيدس لايك ده بس ايه؟ يبقى اخر اثنين في تتر ساكن دي ام لكن هي بتعمل دي اي ده بس ايه؟ انسبنس. يبقى حد يقدر يسمى معاه تتر ساكن سهله والله. اول حاجه تيتروبول ابرمالتي والتراتوجينيستي الريتيت الجي اي تي وانهبت الفلورا ومبني عليها نفروتوكسيك وهابل توكسيك بشروط هايبر سيتي وفوتو بعد كده ديميكلو ومينوسايكلين. مينو عمل تيومر سيربراي والديميك له عمل درس انسيبيتس. المحبط جالك وخلصناه. يعني ايه خلصناه؟ بتقول انت عارفين عنه ايه؟ بون مارو انهبيشن جري بيبي سندروم هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيشن. جاست بس ان احنا بس نفنش عن بون مارو انهبيشن انت ونصيبك يا اما يكون عندك حظ حلو تيجي على هيئه يمنع الار بي سيز بس ريفرسبل دوز ديبندنت انهبيشن اوف ريثروبيوسيس بس ده عشان منع الميتوكوندريال بروتين سينثيسيس يا اما الرعب كله وده اللي خلاه يتوقف بره فيتال ابلاستيك انيميا. ليه بقى؟ للاسف الشديد بيكون ايرفرسبل ودوز اندبندنت يعني ممكن يروح واحد وبي ايديوسينكراتيك معرفش جينيتيك بس يقول ان احنا كمصريين والله اعلم ما عندناش الجين ده يا اما اللي كان عندهم الجين كلهم بالسلامه ماتوا منه يا اما ما تعرفش احنا ما عندناش الجين ده الاسباب اللي انا عارفها يعني الحمد لله خلاص آه بس يكون مصر كيور كيور من ايام الحتشبسوت والكلام ده. طيب في عندك ده اسمه كوران فينيكول وفيان فينيكول. الفيان فينيكول احسن خلاص. جري بيبي سندروم بيحصل في مين؟ بيحصل في مين؟ في البريماتيور. الفكره كلها في ايه عشان بتيجي في الام سي كيو؟ في الاكسكريشن ولا في الديستريبيوشن ولا في الميتابوليزم؟ في الميتابوليزم يحصل كيوميشن توكسيس اللي هو يبدا ايه؟ يرجع فوميتنج هايبوتنشن هايبوثيرميا هايبوثيرميا يبقى عنده رخ شوك كولابس وجريد ديسكالريشن. جي اي تي ابسيت وسوبر انفكشن ويمنع الهيباتيك مايكروزومال ايه؟ انزيم طبعا يزود لك الايه؟ الافكت بتاع الادويه الثانيه صح؟ دايما الاكزامبل اللي احنا بنضربه فيه يا اولاد افينيتوين وثيوفيلين وارفرين ليه الادويه دي بالذات؟ ده حاجه اسمها نارو ثيرابيتيك اندكس تمام؟ حلو قوي. امينو جلايكوزايد يا عم ده احنا زهقنا زهقنا والله. امينو جلايكوزايد ده نوت ابزوربت اورال
انا علقت ايدي وجعتني. لا هي بتشيل العضلات مش بتوجع، بتشيل العضلات. الجلوكوز بلوكر تمام. طيب امينو جلايكوزايد الشطار فيكم قوي قوي قوي، يعالجوا ولا ما يعالجوش الانروبيك؟ بننسى كميه معلومات كتيره بس احنا قدها ودود، ما بيعالجوش الانروبيك لانها محتاجه اوكسجين ديبندنت ايه كارير. طب يتاخد معاهم كوراف ولا ما يتاخدش معاهم؟ لانه بيقفل الترانسبورتر ايه سيستم، صح ولا لا؟ طيب تحب تدي معاهم فيتامين سي او ريدوسنج ايجنت لانهم اكتف في الالكالين ايه ميديوم. اوتوتوكسيك للاسف الشديد بيضربوا لك النرف الثامن الريفرسبل دامج للفيستيبلو اوديتوري كرينيال نيرف، يكون عندك فيرتيجو ايه وديفنس. التوكسيس تزيد مع مين؟ مش منجرة واحدة، مع الايج وزيادة الدوز والديوريشن. لو الكليه تعبانه دي اكتر حاجه بيقولها بتقابلك في حاجه العمليه، اوعى تدي العيله دي روح كليه تعبانه والله لا يتركش ما بيحطش. العيله دي لو ما احترمتهاش تضيعلك عيانه خلاص. ولو استعملت معاها مين؟ لوب دايوريتك وانت صغير زمان الترم الاول اخدت الفروزمايد اوتوتوكس بيعمل ديفنس يزيد معاها. ساليسيليت حاجه اسمها ساليسيليزم وانت بتذاكر البيشنت اديوكيشن يقول لك هير تشينجز راح البيشنت اديوكيشن خلاص تعدى بعدين مايكرو وباثولوجي وبارا تمام. لا ما هو ماشي كلوروكين ده بتاع ملاريا تمام. لو سمحت استعمل ايديوجرام بالراحه. نيفروتوكسيك الحمد لله بتبقى ريفرسبل تزيد لو كانت الكليه تعبانه او الفروز ميه. واضح ان مين بختك اسود لو استعملته معاه فروز ميه لانه موجود فين وفين التوكسيك والنيفروتوكسيك صح لا. نيوروماسكولار بلوكر زمانك الجراحين الله يسامحهم لو مش مذاكر فارما بيحب يجي بعد العمليه وهو فتح الجي اي تي وبعد ما لعب وكل حاجه يحب يجود ويحط انتيبيوتيك قبل ما يقفل لوكال ادمنستريشن. فيعني ساب الانتيبيوتيك لو امر اختار مين الامر جلوكوزيد. هي عيل محترم طفل احترام على الكل ولكن لحظه ما كانش بيذاكر اللي احنا بنتكلم فيه ده ان العيله دي مصد ريلاكسن. ليه؟ قلت لكم التخدين العضله كانت الكونتراكت ازاي؟ كانت بتطلع مين؟ السايت كلين شغال على ان ام ريسبتورز هي بتمنع دخول الكالسيوم الفيزيكال اللي كان بيطلع الايه؟ النيرون اللي كان بيطلع مين؟ السايت كلين بتقوم معطله مين؟ الكالسيوم تمام؟ فبناء على السايت كلين هيطلع فبناء عليه يحصل مصدر ريلاكسيشن. صاحبك الجراح عدت عليه مره واثنين وثلاثه وبتعدي زي الفل. قال لك مره جاي يعمل الحركه دي العيال نفسه وقف. ليه عيالك عنده مايكروفونيا جريفز؟ ما استحملش الحركه دي. فاهمني ولا لا؟ لو انت اديتها انترابلورا او انترابلوتونيا قريبه من مين؟ ديفنا؟ خلي بالك. يبقى لو سمحت تمنع الريزو والسايد كولين وممكن تخلي الريسبتور ما يحسش بيه زي اكنها كوراري. تمنع تعمل ريزاتور بارانس. لو اتحطت فين؟ في البلورا او في البروتونيا خاصه في مين؟ اللي عندهم مايثينيا. الحاوب ايه العيان ده؟ الحاوب ايه؟ بكالسيوم بكالسيوم. او عندك انتي كولينستريز زي مين انتي كولينستريز؟ نيوسيجمين او ادروفونيا. ودي ارتفيشال ايه؟ ريسبيريشن. بتعمل شويه اليرجي كونتاكت درماتيتس. خلي بالك يا اولاد دراج انتر اكشن. بعض الطلبه ما بتدعمش نفسها في دراج انتر اكشن يجيبها من الادفيرس افكت. يقول لي ازاي؟ يقول لي يا دكتور هجيب الثلاثه ادفيرس افكت دول واقول الادويه اللي بتزودهم يعني اقول مش فاهم. يقول لي يا دكتور مش اول حاجه احنا قلناها وريتنا حاجه كانت نيفروتوكسيك قلت له اه. قال لي كان مين بيزود نيفروتوكسيتي؟ كان مكتوب فروزمايد بس في حاجات ثانيه انفوتريسين بي. ده ايه انفوتريسين بي ده؟ انتي فانجل وحاجه اسمها البوليميكسين ده انتي فانجل والكيفالوسبور اللي لسه قايلها من شويه لسه قايلها من شويه. الكيفالوسبور اللي بتوجع الكليه ومش عارف ايه والكلام ده كله تمام. طيب كان مين اللي بيزود الاوتوتوكسيتي؟ انقلهم من فوق لتحت. لوب دايوريتك
كلوروكين اسبرين مش هو نيورو ماسكر بلوكر يعني ماسكر لاكسنت يبقى يزود شغل مين الكولاري ايه رايك لو اتاخد مع الكولران فليكول حلو ولا وحش بيعكسه صح ولا لا طب ايه رايك لو اتاخد مع البنسلين حلو حلو قوي ليه عشان لما ناخد السبكترم نعرف ان هو بيكملوا بعض لكن دعنا نتفق ان البنسلين بيطير السيلول فيفتح الطريق ان يتم دخل على مين على البروتين براحته فهمنا ولا لا فبيعمل حاجه اسمها سينرجيزم ده رقم واحد رقم اتنين السبكترم بيكملوا بعض بس بعد اذنك بلاش في نفس السرنج لان البنسلين اسيد وهي ايه الكلاين او بيز خلاص بس مش نفس الايه الكونتينر او نفس السيرنج امينو جلايكوزايد هامه جدا 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 وسهله جدا اكتر مجموعه اخاف عليك فيها في الامتحان كله 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 الماكرولين ليه مجموعه من كتر ما هي محترمه لو تاخدوا بالكم انا ما قلتش عليها حاجه في الادفيرس افكت في اول صفحه فاكرين يعني الكلام في الجول اقول لك محبط تطرى مش عارف ايه دي ما لهاش كلام مميز عيله طيبه جدا عارف اخرها ايه في الاكشن شويه ابيجاستريك مينو دايريه ده كلام فاضي صح ولا لا فبداوا يحاولوا يفتروا عليها يخوفوا الناس منها قال لك بتعمل كوليستاتيك جوندس اليرجي في البايل باك فالبايل ترد بتعمل يحصل ابستراكشن اليرجي فيبدا يحصل اديما وسويلنج فالبايل تبدا ترجع على الدم قال لك لا ده اللي بيعمل الكلام ده مادة احنا بنحطها عليها اسمها أستيويد إستر لكن هي شخصية مش بتعمل ايه القصة دي يبقى كوليستاتيك جوندس مع حاجة اسمها أستيويد إستر بس بينه وبينك قال لك خلاص ولو واحد عنده ليفر ديزيز تتاخد فيه لا قال لك أوتوكسيك قال لك يا كدابين ده مش كلهم ده لو جرعة كبيرة من مين إريثرومايسين قال لك دراج انتر اكشن قال لك بيمنعوا الهيباتيك مايكروزومال انزايم واحد قال لهم مش كلهم مين مش بيمنع ازيسرو بس كل عادي ام سي كيو هام جدا 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 وهيجي لك ممكن في كيس البرونكيال ازمه اخر السنه ده اسمه ثيوفيلين البرونكيال ازمه عنده نارو ثيرابيوتيك اندكس بيقول لك خلي بالك اوعى يتاخد معاه مضاد حيوي هتكون اجابه اريثرومايسين او كاريثرومايسين ليه؟ عشان بيعطل هيباتيك مايكروزومال ايه؟ انزايم خلاص؟ الاريثرومايسين بيمنع الاندستريال فلورا اللي كانت بتعمل ميتابوليزم للديجوكسين فلما انت تمنعها اخبار الديجوكسين ايه؟ يزيد الليفل بتاعه الماكروليد اكتر حاجه تخوفني في الامتحانات انا مش ماسك عليها زله انتوا ماسكين عليها ايه؟ ابيجاستريك بينو دايريا صح؟ طب تعالى نفتكر انا وانت كوليستاتيك جوندس ده الاستريت ايه؟ اسر اوتو توكسيك ده اعراض جذوز اريثرومايسين طب هيباتيك مايكروزوم انزيم انهبيتور ما عدا الاريثرومايسين وبتمنع الميتابوليزم بتاع مين؟ الجوز بص او الفلورا فتزود ايه؟ اقل من دوله الارض كينولون حد شاطر ممتاز ما يضحكش عليا يقول لي الكينولون بتشتغل ازاي؟ بتدخل الخليه اكتف ولا باسف؟ باسف ديفيوجن بتدور على انزيم اسمه ايه؟ دي ان اي جايريز اسم تاني دوبو ايزوماريز صح ولا لا؟ كان بتقول عن السوبر كويلي مظبوط؟ الكينولون وحاجه اسمها الفرور الكينولون كلها بتبدا كلمه ايه؟ لوكساسي لو سمحت عيلة كنا جدا على الكبار فقط انا فاكر ليه الكبار فقط؟ انا هنزل على طول معلش سامحني هبدا برقم خمسه لازم اقولها اول واحده كوندروليتك ريفرسبل ارثروباسي يبقى تجنبها في مين؟ بريجننت ولاكتشر ولابس سن كام؟ 18 سنه يبقى تقول لي للكبار فقط بس الحق نفسي بس مش للكبار قوي ليه يا سيدي؟ قال لك بتعمل ربشر لتندن اكيلس خاصه الناس كانت تاخد كورتيزون كاتابوليك افكت اللي هي رقم كام؟ 6 رابشر لمين؟ للتندون خاصة في العواجيز اللي بياخدوا جلوك كورتيكويد يبقى هي لو سمحت للكبار بس مش كبار ايه؟ قوي سهلة؟ للكبار بس مش ايه؟ للكبار قوي
حلو قوي خلاص ده كلام كويس. دول اكتر اتنين يهموني. بعد كده تقول لي ثنائيات هايبر سنسيفيتي وفوتو ايه؟ بس بينه وبينك مميزه معاها لدرجه ان انا بنصح عياني يشتري سان سكرين او سان بلوك لانها فعلا بتعمل فوتو سنسيفيتي مميزه قوي 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 قوي. افتكرها ولا تتركها خلاص. اللي خلاها تلعب تحت في مفاصلك تلعب في دماغك فوق تلعب في السنس تعمل هيدك وديزنس وكونفيوجن المفروض ما تسوقش تعمل سيجرز لو اتاخدت مع النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري لها علاقه غالبا بالجابا بيقللوا بينهبت الجابا تجنبها في الابيليبسي. ولو تحب تزود كلمه للتاريخ من الحاجات تعمل انسومنيا ارق للعلم. لو انت قاعد في لجنه بتقلق تقول ايه جي اي تي ابسيت يبقى انت جنبها نوزيا وفوميتنج وضهريه والكلام المفروض تعجب. طيب نفروتوكسيك وكريستالوريا كريستالز في اليورين والكلام من ده يبقى بالراحه بس احفظها. انت داخل على الكيني لون للكبار فقط بس مش كبار قوي صح؟ قلت ايه؟ حد يقول لي كده؟ كوندروليتك وبعد كده عملت ايه؟ رابشر تندون اكيليس لعبت تحت تقوم لعبه فين؟ فوق سي ان اس وبعد كده تعمل ثنائي هايبر سيفيتي و فود سنسيفيتي وتشوف جي اي تي وكيدني نفرو ايه؟ توكسيك واخيرا وليس اخيرا دراج انتر اكشن. دراج انتر اكشن السبروفلوكساسين والبوفلوكساسين انزيم انهبيتور حلو قوي هيعطلوا الميتابوليزم بتاع مين؟ الوارفر وخلافه. اللي هيعطل ربنا يبعت له اللي يعطله. السايميتيدين عارفه؟ يقلل الميتابوليزم بتاعهم. ما تعرفش منهم مؤذيات القرحه. السكرال فيت فاكره؟ بتاع ايه؟ الجزء البروتكتيف والانتاسيد كمان والحاجات اللي فيها ايرن وزنك الحاجات دي بتقلل امتصاص. على فكره الكلام ده خطير ليه؟ عيانك الكيد لون بتعمل جاي ديريتيشن فالعيان بتاعك يقوم رايح جاي عامل ايه؟ جايب دواء حموضه متضايق يقوم جايب دواء ايه؟ حموضه يقوم مضيعها لك. المبيعات غاليه بتعمل حوالي الكورس مش اقل من 100 200 جنيه فهمني ولا لا؟ فيقوم ايه؟ يعمل لك دكتور والله انا بحس بحموضه، يقوم رايح جايب لك ايه؟ دواء حموضه مضيعها لك. هيعمل كليشن تفاعل كيميائي تمام او نصها يقل. العيان بياخد اقراص حديد ومقويات. فخلي بالك من دي. لو اتاخدت مع النار السوداء تعمل لك ايه؟ سيجرز تمام؟ السلفورامايد المفروض ما تجيش ثيوريتيكال بصراحه. يعني اقرب ما تكون الام سي كيو. بس لو جيت المشكله كتابك كان بدا يلجا للتخفيف والتسهيل في المذاكره A B C D وعلق دي 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 تمام. ايه اليرجي؟ مشهوره قوي مشهوره قوي. لو انت جيت تسالني في الطب مين اغبى ادويه في الطب بتعمل اليرجي احط بنسلين وجنبه بكتفه كده سلفوراميد سمعتها زفت. فيفر وفوتو سنسيفيتي والكلمه والنبي علم عليها قوي اسمها ستيفن جونسون سندروم تمام في الطب اريثيرا مالتيفورم ميجور لو بتسمع عنه. العيان ده بالظبط كراست العيان ده اكنك لو انت شفته اكنك حاطه في زيت من 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 الالرجي الرهيبه اللي عنده. زيت بيغلي يعني. كروس الرجي مع الاذر سلفورامايد قول لي حاجه فيها سلفورامايد عدى عليك في المنهج بتجميعه. دايوريتكس. فايرايد وفلوزيمايد كان فيهم سلفا. وبيوميترايد ديازوكسيد ده ايه ده؟ دايركت فاز دايليتور وسلفونيل يوريا بتاعت ايه؟ دايابيتس 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 يبقى دي الرجي دي الرجي. بي بلاد سكريزيس يا جماعه دي من اشهر حاجات بتعمل ايه؟ هيموليزيس ان جي 6 بي دي والنبي تكتب جنبها ايه؟ ايديو سينجرس تكتب جنبها ايه؟ ايديو سينكرس يا جماعه ايديو سينكرس بول مارو انهبيشن مش مهم قوي. سي هام 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 كريستالوريا مشكله الصلفه يا اولاد ان هي بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر تحول لحاجه اسمها اسيتايل صلفة. الاسيتايل صلفة دي بتنزل في اليورين بتاعكم اللي هو نورمال اسيدك تترصف فيه ولما تبدا تترصف فيه
تبدا تعمل لك انجري. تعمل لك ايه؟ انجري. تعمل لك كريستالز. يبقى الحل اعمل ايه؟ اعمل ايه في اليورين؟ الكانالايزيشن. واشرب ميه ايه؟ كتير. وبيستعمل حاجه اسمها ليبل سلفا، ميكس كده من السلفا عشان ما يعملش الانتراكشن الرياكشن ده. يبقى افويدد باي بلنت فلويد الكلاين يورين وحاجه اسمها تريبل ايه؟ سلفا. يبقى وما السلفونامايد الا كريستالوريا اي بي سي دي دايريا وجاي تيد السيرفنس والسوبر انفكشن لحد دلوقتي الدي مقبوله. طب بيعمل نفرو توكسيك وهيبوت توكسيك عايز اكتبها دي دامج يبقى يعني دي تاليفه من الالف الثقيل بصراحه يعني بيدسبليس البيلي روبين يعمل كرنكتراس هام قوي خالص 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 وانت عارفها من قبل ما تيجي تجنبها في البريجنس واللاكتيشن. يبقى وما الصلفونة مية إلا ثلاث كلمات لو طلعت بهم من حصة النهاردة كيرنكتراس كريستالوريا هيموليسيس كيرنكتراس كريستالوريا هيموليسيس كيرنكتراس كريستالوريا هيموليسيس دراج انتراكشن كانت مهمه من اكتر هذول اللي بتحب البلازما روتين وبتدسبليس الاذر ايه؟ دراجز بتدسبليس الوارفرين والكلوبيترول بتاع السكر في نوع اسمه الميثينامين ده يورينر انتسبتيك بيطلع فورمالدهايد يعمل لها ان اكتيفيشن ايش؟ طيب وما السلفونامايد الا؟ كرنكتراس كريستالوريا هيموليسيس. هل هناك من احدكم من يتذكر المترو ميدازول؟ سمعت عنه ايه؟ تعرف مين؟ سودوم برينسكولايتس وايه كمان؟ والاسنان انيروبيك انفكشنز. حلو برافو عليكم. بيعمل ايه؟ اليرجي. يلعب في دماغك هيدك وديزنز وفيرتايجو. لو عمل فيرتايجو توقفه بعد كده توكسيك توكسيستي. لكن صدقني على مستوى الامتحان اشهر حاجه بتيجي فيه دي ميتاليك تيست. يعني احس بطعم بيصد في بقه. ميتاليك تيست هي اشهر حاجه فيه. ميتاليك تيست هيجي لك في الامتحان عين كذا 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 وبياخد دواء عمل له ميتاليك تيست. مين الدواء اللي عملها له على مستواه؟ مترونيدازول. والتانج يشقق شويه فيري تانج. بيقول لك الثلاثة دول مرتبطين ببعض بيقلل المناعة عشان بيعمل ليكوبين فيزود الانسفايع يعني يزود الايه؟ المونيليا ميوتوجينيك المونيليا الانسفايع يزود الانسفايع يزود المونيليا تمام؟ ميوتوجينيك قد يكون له تأثير على الجينات كارسينوجينيك او تراتو ايه؟ جينيك كارسينوجينيك او تراتو ايه؟ جينيك. بريس كونتين اللي عنده قشه جراجش بس ما تبقى 13 13 لعل لو عارف انت بتشرف من ال لو انت عندك ضمير واخلاق وتدخل التاريخ اطباق زي دي بحس تراجع ان انت تاكل لك منت الريست المره الثانيه وخلص الورقتين دول يبقى الحصه كده ماشيه بالسيناريو اللي انا حاطه في دماغي Thank you.